الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربيه، ما نشوهش الواقع. جوج يخوتنا وكيبغيونا، عندهم واحد الحكام وسخ الوالدين هذوك الحكام ديال الجزائر. كنتكلم بالخصوص على العسكر اللي تحكموا في كل شيء، الله يهديهم، ولا ما كانش غادي يهديهم الله يديهم. اللي عرفنا بان المشكل الصحراء ماناش احنا اللي خلقناه ابدا، وحنا اللي عرفنا واش مدت المغرب واش مد المغرب. والمغرب يقول نفس الشيء. الجزائر هي التي تقرر، ليست البوليزاريو. لو كانت الجزائر تريد ان تصفي مشكل الصحراء كان سيصفى في يوم واحد، وسيرجع اهالينا في المخيمات، سيرجعون الى مدنهم واقاليمهم فرحين مسرورين ليلتقوا بعائلاتهم. ما كناش نخموا ابدا باش ندخلوا في حرب بين الإخوة وبين الجيران أبدا. لو كانت الجزائر تريد أن تصفي مشكل الصحراء كان سيصفى في يوم واحد، ولكن المشكل الصحراء ماناش حنا اللي خلقناه، حنا كنا صغار، ضباط صغار، كنا في مهمة. طبعا هذا الكلام يعني يقوله المغاربة أيضا، أنه ليسوا هم سبب هذه الأزمة ولا الحرب، ولكن هناك حادثة حصلت معك شخصيا. كنت تستقبل القيادات الصحراوية، وفي أحدى المرات استقبلت القيادات وحصل أيضا ربما جدل وتلاسن بينك وبينهم حين طلبوا الاستمرار في المعارك، واعتقد أنه رأيك كان أنه يجب أن يوقفوا المعارك الصحراويون. كنا نتلقاو في عدة مرات، وتلقينا مرة تكلمنا على الموضوع وقلنا لازم يكون في حل، ولازم نلقاو حل، لازم تلقاو حل بينكم وبين المغاربة. هذا خلافا لما يشاع أنه الجيش الجزائري كان كل الوقت يحمس الصحراويين على الحرب، وأنه ضرورة الاستمرار في الحرب وما إلى ذلك. لا أبدا، السياسيين هما اللي وقفوا الحرب بين الصحراوي والمغاربة، وحتى الآن ما فيش حرب، ما كانش حرب. تصريحات خالد نزار تركت مرارة على ما يبدو لدى عدد من القادة السياسيين والعسكريين هنا في الصحراء، التي طالما اعتمدت على الدعم المباشر من قبل نزار ورفاقه في تلك المعارك التي دارت روحاها بين القوات الصحراوية التابعة لبوليزاريو وبين الجيش المغربي. لأن المشكل الصحراء ما نجحنا اللي خلقناه أبدا. ورغم ذلك فإن العلاقة بقيت ثابتة جدا بين بوليزاريو والجزائر، خصوصا أن تخلي ليبيا عن دعم الصحراويين بعد اتفاقية وجدة الشهيرة بين العقيد معمر القذافي والعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني جعلت جبهة بوليزاريو رهينة للحليف الجزائري الوحيد. ومن هنا بالضبط فإن تصريحات خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق حول عدم جدوى إقامة دولة صحراوية أثار أكثر من قلق ومرارة هنا في الصحراء. إحنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود، ما نحوسوا نشاش بيرسون، بصح اللي حوس علينا راه يبدأ هو والله ما تنتهي. سمعوا لي مليح، الزلطو تفرعين كلام فارغ، كلام فارغ. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. الفانتازية اللي مايش محلها كلام فارغ، كلام تاع باربوات. فانتازية اللي مايش محلها كلام فارغ. قارن الجزائر بالمحيط نتاعها ما تشبهش المحيط نتاعها. راكم شفتوا الانتصارات الكوفيد مثلا، تشوف غير الناس غير تنتظر دوك تجي الموجه الرابعه، دوك واش راكم مستعدين؟ هذا ما كان. قول لي دروك كي راك اخي، دروك ماك حاسب والو. دول عظمى عظمى جدا راه في 30 ألف حاله يوميه، انت عندك 160 170 تقول لي راه طلعت. احمد ربي، ليه ما احمدش ربي؟ راه ما يرضيش. الزلطو تفرعين كلام فارغ، كلام فارغ. ولكن ما يتكلموش علينا لان مقررين ان الجزائر ابدا ما تبقى المثل ايجابي، تذكرها بسلبيتها فقط. حتى التلفزيونات الغربيه راكم شفتوا، كاش نهار تكلموا على التجربه تاع فلاح، تكلموا التجربه هذه، تكلموا ما كانش الا راه فلان دخلوا الحرف، فلان ضربوه، فلان هذه، فلان هذه. الشعب المغربي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار، يعني يدخل ما يساوي الغاز الجزائري. هذا شعب نتاع الذراع، هذا شعب نتاع الخدمه، هذا شعب يعرف يبني الثروه. الشعب التونسي الشقيق في القطار يجيب 60 قطار، الشعب الجزائري الحبيب في القطار يجيب 6 قناطر، يجيب 6 قناطر. عيب 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 واكثر من عيب. احنا عملنا ولا تلفظنا بشي اللي يمس الوحدة الترابية المغربية. الجماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش تاجيش. ناري ناري ناري. الجزائر اليوم حتى بعض ابنائها ما عارفينش قيمتها. لما تكلم مع مسؤولين على مستوى دولي في لقاءات دولية تقول له عدنا وعدنا وعدنا،
يقولك شي غريب، احنا مرنا ما سمعنا بها. اسقعد يا عمر اجي نقي لينا المنافقين. شبكة الطرق انتعنا ولا واحد عنده. انت شفت مولي 75 سد مبنية في هذه البلاد وفي هذه اللي ما زالت سدود أخرى في البناء، ما كاش لي عارف اللي عندك 12 مليون تلميذ قارية كالية شاربة على حسب الدولة حسب الميزانية. واحد ما عارف اللي عندك 100 جامعة ومركز جامعي و12 مدرسة عليا ما سمعيش بها. وإحنا صغيرين ما نعرفش حاجة دي. ما يسمعوا غير بالجزائر اللي علاه قبضتوا فلان وطلقتوا فلان ودرتوا فلان. هذا هو. حين أنا في خطة لتركيع الجزائر، وراكم شفتوا الانتصارات، بينما الدول الأخرى شعب مقهور جايع. بعد أنت كذاب أصلاً. ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود.